صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب، وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. شعبي العزيز، إن ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة صورية، وإنما هو مفهوم متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية. فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي، وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا بتقديم ملف ترشيح المشترك مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهاية كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونأمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات. إنه ترشيح غير مسبوق يجمع بين قارتين وحضارتين إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعب المنطقة شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم. وتتجلى الجدية كذلك في مجال الإبداع والابتكار الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف المجالات. وأخص بالإشادة هنا إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شاب مغربي. وهي مشاريع تؤكد النبوغ المغربي
والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة صنع بالمغرب، وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج. كما تتجسد الجدية عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا العربية الترابية، فهذه الجدية المشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وآخرها اعتراف دولة إسرائيل وفتح القنصليات بالعيون والدخلة وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات. الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. وفي المجال الاجتماعي وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، كما أن الجدية التي نريدها تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال. والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص. شعبي العزيز، لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم وتوالي سنوات الجفاف على المستوى الوطني في ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. لذا وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية. واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفات، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة. وإثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع أرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله بالجودة اللازمة وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد. واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر المشروع نهاية هذا العام، كما كان مقررا في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة. ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم. وستشكل هذه الخطوة إن شاء الله ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها، إما في مجال تدبير الموارد المائية الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027. وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي اللامسؤول للماء. شعبي العزيز، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغرب الأصيل. أولا، للتمسك بالقيم الدينية والوطنية
وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك. ثانيا، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. ثالثا، في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك. رابعا، في مواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. شعبي العزيز، إن عملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار. وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. ومسك الختام قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.